مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من رزاق وبرو. اليوم طاب منطقة الله ومنطقة شنو كلها جسرين، بس هاني ما يجسرون علي لأن يحبوني. طاب لكم جمعة الدومنة والبليارد والمنضدة بعد منو والطاولة جايكم، بس لحد يزعل مندي ها أنا بلغت وانتو بكيفكم. هلا دعايه مال الفطور. ايه دعايه مال همبرجر. شو الاخبار؟ شلون صحتك؟ احكي لي ايش فطرت اليوم؟ والله خالص سمك. اوي ذكرت شنو السمك؟ والله سمك وبانيه وعلي الضوء مال اللحم بي سيد حسين. انت مسوي مجزره؟ ها؟ مجزره مسوي اليوم. مسوين دايت هاي مو كل قوتنا. دايت؟ اي والله. بدون دايت شنو؟ بدون دايت مفطلة. مفتوح. فول. اي والله. سايق الشمال وعندك سايق اقوى دعمه كلتها كلب كلب. اي والله سايق تريلي. لا سايق اوباما. اوباما على الخط. كم دعم دعمت؟ خير من الله. ايش قلت تقريبا؟ اخير شيء خنزير. خنزير مين طلع؟ سامرة. اكو هناك خنازير وهاي السوالف. ايه والله. شو جبته؟ ثقيل خنزير. هذا من الادوات قابلنا وقال احكي لي هنا الفايخ منو؟ هو صراف؟ لا تليفونات تايفونات هاي جاير المن ما طلع اسمها ما دخن مال من هاي ب 500 دينار 500 دينار هاي حبوش يداو بالكهرباء حبوش حبوش كهرباء موقع ولا دوات مقابلنا قاعد بشغل مقبل واحد يدعم معشي. اي والله يدعي علينا قابلنا ليش قاعد الله وكيلك حدادية 700 ألف أخذني منه. والله. أي والله العظيم. لا تحرك. هاي شنو هاي؟ لا تحرك. شلونك؟ لا تحرك شلونك؟ شلون صحتك؟ لبس سبحة. لبس سبحة. أنت تحب؟ أي والله أحب. هاي النرجيلة كلها على مود الحب؟ لا شنو السالفة؟ مو لهالدرجة. شو العلم؟ ها؟ لو ايش تحب النرجيلة؟ لا هيك. هيك يما شباب العراق يخبلون. شو الاخبار؟ شلونك زين؟ لاعب طوبك انت مو؟ لا حديد. حديد؟ جديد. بقول مسوي الحركه. حركه. حجي ما اسوي. لا تقول. لا لا اسال دقمش. دقمش؟ لا دقمش؟ لا دقمش مايك. يلا. تدري؟ حديد؟ يلا. اي بعد. دم بلاص. ظهر يلا عضلاتك قوية. لا مقوي. قوم سوي الحركة يلا. لا حجي شو اسوي؟ سوي الحركة لا سحلها قدام العالم يلا بسرعة. لا حجي ما سوي حركة ها؟ يلا خذ المايك لين ما راح القط فلوس والله سكن. قوم سوي حركة حاطك الجنطة ايش بيها؟ يا حدا لا عشان غاوي اكاني قوم سوي حركه مع حديد بشرب ما اسوي لا حد هلا الحبيب طالب انت ايه يدرون بك انا جاي هنا ايه ها ايه يلا احكي لهم قول ما انا بالقهوه انا بالقهوه اليوم بالكاميرا قول ما انا بالقهوه يلا قول ما انا رجال بالقهواني قول ما رجال بالقهوة أنا رجال رجال أنا بالقهوة اسمعني اسمعوك والله يلا رجال بالقهوة يلا فضحتنا أقول لك أفضحك فضيحة إي والله لا تقول لي شنو تقول لي قايلهم ليش تقول لي قايلهم ليش تقول لي قايلهم مين تقول لي قايلهم قول أنا رجال بالقهوة هو استوى قال لي أنت والله يا قلت له صاحبي صدق والله حياكم الله رمضان كريم شباب شلونك؟ زين الحمد لله. ليش انت بهالعمر وتدخن نرجيله؟ وراح احرقك. قهر. قهر؟ قد عمرك 12 سنة؟ اني لا 16. 16 بعدك صغير؟ لا عادي. والله بعدين توصل العمر بل تذكر هاي. صغير؟ خوش. اكيد. كلمة وعد؟ كلمة وعد. بنجوها بيال
يا اسوي لا اسوي كم شي تليفون خلي التليفون بيدك ولا تلعب بي اي شيء خلي التليفون بيدك خلي التليفون بيدك سعد سعد عليتي عبي عليك طبعا انا اعرف انت عندك بنات اثنين اي صح والله ارجوان واديان ادري اي لا ايش دراني لا ما تدري صار اقرا وجوه تعال اقرا وجهك يا جماعه راح تنصدمون وين راح تنصدمون راح اقرا وجهه بس شو اقول قول اي لو لا انت شو تقول يعني صفنت يعني اكو شغلات خير من الله فقست عيني خير راح اطلع اقول لك انت محسود حيل مو شو ما شاء من اقرب الناس لك صح صح عندك مشكله هاي الاسبوع الرابع مشاكل مو واحده لا مشكله قويه صح وهالخير بيها موضوع فلوس وهالخير طلعني منها احشاني قلت له بنتين كل شيء اعرف عليه اكنت بعد شاي خرزه انت شو عليك حدازك عليه اوكي اعطيك معلومات عليه اوكي اوكي ليش يحسدوكم انت والاهل والبنوك الحمد لله والشكر لان انت مرضيهم ومكفيهم ومنسهم الاهل شوفوا هذا شو يسوي ما سوونا عندنا مثله سبحان الله انت شنو عايش ببيتنا دعت صح صحيح شو وقت تسافر سافر لا مستحيل ما سافر لا ما اسافر الشهر الجاي سافر ان شاء الله مو العيد ورا العيد الله يسمع من حلقك راح اتانيك وهذا السفر اوكي ان شاء الله راح تجيك رساله انت سافر ان شاء الله ايش اسمك بالخير ابراهيم ابو من ابو رجوان ابو رجوان والثانيه اديان اديان ياسين والله اسم اي الله يحفظهم ان شاء الله وعين البرد عليك بس بقت اديك ان شاء الله ما قلت لك ياهن يعني المشاهدين لا تفضحني اضحك لا كم هالشناني لك اقرا وجوه والله لا تقرا وجوه اقرا سكت وين رايح ولد ابو شباب تعال تعال يا الله يا الله مساكم الله بالخير ليش طفر الولد؟ ليه؟ لا لا والله العظيم قال لك سحارة لا ايش عنده وشغلات ضامن الطفر والله هو ما عنده عنده بس يزور راح لل طيان محمد عواد ايش عندك محمد عواد؟ محمد عواد محمد عواد شيخ زين وين راح هو؟ يرجع؟ شو الاخبار؟ الحمد لله شو الاجواء؟ بخير الله يحفظك الحج حجي واقع بالحبوب لا حجي وين لا شايف الحب ولا هاي ايش يعني عمود الكاميرا ما تحكي حجي ها حب له لا ابد يعني ما تحب ابنك بنتك لا لا هذا ولعاتي شغله خاصه واحد ما احب اي بس لا انت واقع بالحب اي انا احب جهالي واحب بناتي واحب الحمد لله اي امي الحمد لله عليك حجي طلعتك ابن حمره ها شلوني شنو شعر؟ واقع اقرع واقع ليش اقرع؟ نظيم ازرع لك على حساب اه شرف يلا مشينا يلا تعال سوي شو اسمه؟ شو اسوي؟ سوي مناشد لا لا سوي مناشد اه ناشد اهلي لا ناشد المراكز كم شعر؟ 20 20 وحده؟ لك مش هاي شعر انت قصدي المايك كم وحده؟ 20 هاي وحده هاي ثلاثة كافية مرة خلصن يا اخي هو شعر والله ايش منطيك لحية لحية ما عندك منتن منتن زراعين وين المي نعمة نعمة بس خليني اجيب مي دقيقة خاف يكتلوني اخذ مي شوي 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 بس شوي فوق 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 الا سعد فوق شوي الا سعد اعطيني بيدي بيدي بيد انا غسل وجهي يلا بس ايش بيك يا يلا هو ما يخلص خلص استاذ رزاق جاي يزرع حبيبك عزرع له هذا الزرع الجديد هذا الزرع الجديد اي حبيبي اي والله الفرح مع الاواديك هذا زرع سبايك سبايكي سبايك سبايك هذا ويا شعر 20 شعر هاي 20 شعر راح شويه تجون جمهورنا لا تلبس الشبقه لا ما البسها اقوى دكتور
زرع ما شاء الله. والله ممنون. حتى سكسوكه طلع لك. ممنون منك. ها شباب. هاي لا هاي عسير. راح اطب على مجموعه اقول الله سبات. شلون انا متيم حسن. هبا شباب الفازوع بمليون هسه اريده. راح اطب دايم بس شوف عركه يطلع لي. اوكي؟ قلت هاي رزاق يردوك. حبيبي ليش تضحك؟ شو وياك؟ جاي علي؟ ما ادري. ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ ما ادري. حاكي وياك؟ لا. قايل لك؟ لا. ليش ضحك؟ وجهك يضحك. شنو قرد؟ لا تضحك. حشاك لا. ها؟ حشاك. لا ليش وجهك يضحك؟ هي ما ادري. اوكي. حبيبي. شو الاخبار شباب؟ هسه حيرتونا صيفي صيفي لو شتوي؟ شتوي جو حار. ما بس بدي بقعدوا كتلتونا بالشتاء. والله متنا من البرد. بدي اراجع القماص. بدي اراجع ابرد. ايه مقلوب بالدراجة؟ ايه مقلوب. كم مرة؟ 3 مرات. اقوى قلبه لك. بعدنا ما طايب من العتاد ركبته ويدي. كم خياط؟ بدون خياطات بس اثار. تنجر. ايه تنجر. الو الماطور كتال صاحبه بس بعده نص ونص بس بعده ايده مو؟ ايوه مصير. ايه بركبتك. شو ادخن؟ السلام عليكم. باي قاعده بابا شيخ. تسلم حبيبي. والله شيخ. تسلم ورحمه الله والديك. يلا يا عيال صوروا. اقول شكو بيده؟ لا. ها؟ لا لا. هسه هذا المن؟ هذا لك وهذا؟ لا بنخير هذه. وهذا؟ هذا بعد ما نازل. وهذا اللي مال من؟ مالاتي. بعدك ما نازل مو؟ لا نازل. يلا خربوا وصل. هسه اقرب الميز عليكم والله. ليه؟ يلا عيدوا قاعد تغزل زاخر. كان شايل بيده شيله مو طبيعيه والله. بعدنا متواصلين وياكم والاجواء العراقيه. تعال تعال فوت فوت فوت. متواصلين وياكم والاجواء العراقيه ورا الفطور. اليوم اختصينا بمكان جنن حبيبي. عليكم السلام. كله دوم منضد بليارد الاجواء حلوه. السلام عليكم. سلام غاتي عمري. الله يسلمك حبيبي. رمضان كريم. رمضان عليك. الله يخليك. وين رايح؟ للبيت. للبيت. خلصتها؟ اي خلصت والله. عليك. لا لا وافزت غلبتهم ورحت. عفي عليك شكرا. مشاهدينا الكرام تعال شوف الاجواء الرمضانيه تجنن. منضده اعشقها هاي اللعبه اعشقها. هم ما يدرون يلعب ما يدرون يلعب مال منضده داني. اوكي اكلنا داطله هسه لسان قام يلزق. مساكم الله بالخير. الله بالخير. شلونك؟ اهلا. شلونك؟ سلمك. لاعب منضده؟ لاعب منضده. وعندنا هاي دوره رمضانيه. اه دوره؟ اي رمضانيه. هناك كابتن مالتنا برقيه هو المسؤول علينا وهو المنظم مالتها. يلا هذا ابو رقيه. الله بالخير. الله بالخير قلبي. الله بالخير. الله يخليك. الله يسلمك. يلا انتوا يا رزاق بروح على السومريه. حبيب قلبي شنو هالاجواء الحلوه؟ اي والله يا برمضان نسوي بطولات هنا وندعي الشباب من كافه المحافظات مو بس بغداد. ممتاز. اي اي الخميس هذا الجاي يجون من باقي المحافظات ان شاء الله. شو وقت النهائي؟ النهائي بنهايه رمضان ان شاء الله. ايوه الخميس والنهائي ان شاء الله قبل العيد بيوم ان شاء الله. اسم يطلعون منها لواعيب. اي عندنا كابتن فيصل وعندنا علاوي والولد همين كلهم لواعيب. لواعيب منتخب لو والله احنا صالات. صالات. اي بس هم يجون لواعيب منتخب. من اقوى واحد بيهم هنا؟ عندنا فيصل قتيبه امير كلهم زينين. اي الحمد لله كلهم زينين. كابتن انت لاعب منتخب؟ لا والله انا صالات. لو هوايه احنا هاوين. اي هاوين بس صار لنا يعني 4 سنوات 5. بس تعرف الشروط مالته؟ اي نعرف شلون. اكيد اكيد. اي اكيد اذا تلعبون تفرجون يلعبون للواعيب وشوف. هذا ارسال ما ارسال. اي ارسال وقانون نلعب. اوكي زين. كابتن تدري انا العب شويه؟ ها؟ شويه. يلا خلينا نلعب انا وياك. والله مخاف الشباب قاعد يلعبون. كافي كتلون عادي. لا لا ما حد يكتله. يلا شباب تعالوا. المن اغسل تعالوا. ليت اكو لاعب منضده تعالوا. راح العب ويا الكابتن الاصلي مو؟ يلا ابراهيم. الله كابتن جيب السماعه. هذا المايك من يعلق لنا؟ واحد يعلق. يلا فيصل. ها انا مقدم صديق كريم يم التقديم.
يعني ايش قد زيد هسه؟ الرزاق ابو رقية الكابتن والاستاذ الرزاق. يلا حلال. حلال؟ اي. واحد صفر. اي. لا ما شاء الله. على كيفك. لا على راحته على راحته. اي على راحته. طبعا اللعبة كلش متكافئة يعني صراحة. طيب وقف. وقف. لا تخزينه. على كيفك على كيفك. ايه على كيفك. طيب على كيفك. ايه. ولا تقطع لا تقطع. تطلبها فلوس على كيفك. الله. جيب لنا المايك. قول يا حلال حلال المايك. بعد ما متمرن. صار لي تقريبا مع اللاعب الدولي صار لي 10 سنوات يعني ما لعب منضده. لا 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 من الثاني متوسط. هذا مو زين. من الثاني متوسط ما لازم هذا. والله هذا مو زين. علق علق لي. علق لي. تش ناشر حتى علق لي. الله 5-0 5-0 5-0 يا ولد. وهاي 6-0. اي عيدها. نورتوا حبايب. شكرا. شو الاخبار؟ ها؟ زين؟ ايه شكلك؟ داطلي. يلا بعد منو؟ بليارد بعدنا وياكم متواصلين. تعال تعال لا تروح. تعال الثقيل مالتنا. وين الثقيل؟ الثقيل ما هي. شلون احنا بالثقال؟ لا عم وين الثقال احنا؟ يعني جزدان؟ جزدان ايه. صدق؟ ملاكم؟ ايه جزدان ملاكم. قد خانك؟ هواي خير من الله. تعال تعال ملاكم خذني اختار اختار. قد خانك؟ خانك خير من الله. هيت ايش تشتغل؟ انا فيتر مال سيارات. لوس. شو تشتغل؟ حبيبي. شنو؟ عندك يعني شغلك شنو؟ تشتغل؟ قاعد. لا وين؟ قد يومي؟ يومي؟ قاعد ليش بدون شهر؟ ايش من هذا؟ يا 10 تعال. تعال قد يومي؟ وعلم ما اطلع من الصبح 20 الف اطلع وارجع لبي. 20 بس؟ اي. وراها شو تسوي؟ 20 600 مو؟ ها؟ انا اقصاد. اقصاد؟ اي. شلون تقصاد؟ دراجات اشتري وابيع. حلو. عندك كم دراجة بايعها بالاقصاد؟ 6 7. واحدة تبيع؟ يعني اجيبها يعني ب 500 ابيعها ب 600 اجيبها ب 600 ابيعها ب 800 هيك. ممتاز. هاي شباب هاي اللي يريد يشتغل او يخترع له شغل جاء على مود موضوع الشغل انه ما تخلي جيبك فارغ. اكيد. شفت هاي الشباب شلون حلوين يلعبون بريالات وجاي بريالات واسمه بليارد. بريالد بليارد بليارد. حياكم الله حبيبي. اشتغلوا عافية عليكم. اوكي اوكي شباب يلا حاضر بعدنا وياكم. خليهم يدخون. مشاهدينا الكرام الله احلى شاي من ايدي. شاي ابو الهيل من راس القوري. بس ما عندنا شكر خلينا ملح. شو نسوي حلويات؟ تعال خلينا نشوف شربة المن. شربة المن. السلام عليكم. هات شاي. شو الاخبار؟ هات شاي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شلونك بعد قلبك؟ فطرت؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يعطيك العافية. شاي مني؟ تخبل. تخبل حلو. شباب تريدون شاي؟ ممنون رحم الله والديك. ممنون ممنون رحم الله والديك. تسلم حبيبي. باتشينو؟ حاضر. رحم الله والديك. يخبل الشاي مالك والله. كلها ملوحة. اللوحة مال العمارة. المي ما له علاقة. خليت لك كيلو شكر. المي ما
يخبل الماي مال بالعافية. الله يعافيك. بالعافية. الله بالخير. ليه طفر؟ الله بالخير. يخاف يستحي. يخاف يستحي. يستحي وداعتك. هو قال بس يجي انا اروح. اي والله. خسر. زين شنو لان باله يمك قلب. باله يمك. يجي تجي انت من نانا يفتر هيج. تجي من نانا هسه. خسره خسره لي ولد خسرني. صعد لي الضغط والسكر. والله شو احكي وياك؟ الخساره منو؟ مرتي. مرتي. انا ومرتي. انت ومرتي. زين هو ما يعني ما محضر غير يدري انا جاي افتر بالشوارع. اي والله ما ادري شافك من نانا راح من نانا ها وشلون انت تعسست لا انا صار هو حبيبي دكتور حبيبي شلونك قلبي قلت لها رايح للمستشفى وجاي نانا وين قال عمي مريض عمي مريض راح اسمعي نسوان بس هنا ناش قال لا انا قبل دوم انت واحد واحد على واحد العب بس اريدك فايز تجيني اسمع يا رجال الله يدوم وضعك علي الله يخليك حبيبي شبوك من عنده صدق والله روح روح يا عمري سولف هنا هنا راح اسولف هنا لا تروحون تعالوا يا ابو كريستيانو اقول شنو بيدك قل لهم ميت لي تمام ميت لا تكوبه ماتت ما تموت ايوه على بعينيك قد امنيت اعرف هاي اللعبه بس ما اعرف ليه والله سهله هي إيه كانها يا انا اشوفها بس بالافلام اشوف بالافلام يشرط تصير مسدسات لا بلاك جاك ايش قد لاعب ما لاعبه ما عندنا بالعراق انا شايف هذول الكابوي يجون بالحصان والله هذا شقه بالافلام ترك 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 طبق الحصان مالته قف الله قف الله حصان ونزل اليوم اليوم قال لهم اليوم اجيكم بالحصان هذا خلص حياته بس خسارات والله تعالوا شباب تعال عامر تزرع؟ لا انا حلاق واقع شعري انت حلاق؟ واقع شعري شلون يداول العليل وهو مريض اي هو النجار واقع بابه زين شنو رايك ازرع لك شعر؟ خوج من عنده ما شوفه ولد عمنا كله واقع شعر فريق ما صلعان بس هو صار ترى وسامه اي طبعا وسامه لكم علاقه بالمضغوطين ملك الساحه ملك الساحه الاقرع والله الاقرع كل شيء يرفع حاجبه واحد ما عاجبه مين اجيب الصلعه؟ شكرا هذا يلعب حديد اوكي يلعب حديد وراح تدقر بي عليك وعلى المنطقه لو مو تلعب حديد والله شنو مطلوب ها شنو مطلوب من يدفعك عليه من يطلبك والله ذا الحبر بشي قاعد والله عبالي مطلوب شده لا وينك وانا وين الشده شو اسمك محمد تلعب حديد لا والله لا جسمك ليش تغليط سمين والله سمين وين مالاتي مو وقت شلونك طلع تليفونك طلع تليفونك بسرعه انت متزوج ان شاء الله خابر على زوجتك قال انا بالقهوه يلا ليش ما اقدر؟ قال انت بالقهوه؟ اي عادي تدري بس امي ما قلت لها خاف تشوفني باللقاء انه وش وين اروح؟ انت امك بعد جي بصنده يا ناس طالع بدون علم امه واهله هذا شهر انزين ذولا هزموني ها؟ ذولا هزموني ليش تهزموا يا ولد؟ مو عازمه والله ها؟ مو عازمه خش مرتوب استكان شاي؟ لا بدومني عازمي على شنو؟ على قهوة قهوة؟ ايه على قهوة قهوة والله عيب قهوة طاب الفاتحة قهوة قهوة طاب الفاتحة انت قهوة؟ قهوة شكرا شباب بيده شج جهار شج جهار وسي وهب بياض وخسارة يلا 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 يلا
عيد من جديد وعيدوا 0-0. نقوم نروح نقوم نروح. يلا شكرا شباب. هذا اوقف صاي وقع جوون. كذبت علي كذبت علي. باعز قلت لكم انا ما كذب. تعالوا شوفوا هاي الدار. مساكم الله بالخير. لعبوا 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 لعبوا. شو اخباركم؟ شلون زين؟ ايش الاخبار؟ صحة الاحوال؟ بعد وين ضامهن؟ بالكلى. ارد احمصن. خلي احرق الجيم حرقه؟ لا هو محروق. شو الاخبار؟ حبيبي. طلعت قلت البيت؟ طبعا. بدون كذي؟ لا طبعا. قلت لهم رايح بس ما ادري وين. بعد ما اشوفك. انا تنين البكر شنو ذا قال لهم؟ اقول تنقون عليك البيت؟ وين رايح؟ ما تاخذنا مختنقين؟ لا يا بس السالفه قديمه هالسالفه. متزوج؟ لا خير. قاعد راحه. وين كلهم متزوجين؟ اي متزوجي مصطفى. شلون؟ الله يحفظك استاذ الله يخليك. الله يخليك حم الله والديك. متزوج؟ الحمد لله. جديد؟ لا صار لي 10 سنوات. 10 سنوات متزوج، يعني اوكي الامور كلها اوكي. ممكن تقول لنا كلمة للزواج؟ يعني هو استقرار. أمان استقرار. أكيد استقرار إذا كان طرفين متفاهمين. أكيد استقرار وشيء. عفا الوطنيات. الوطنيات عفا. طيني باللب. لا والله استقرار والحمد لله. خاصة الواحد إذا كان الدين يعني بالعكس. الله يوفقه. الله يوفقك صوفي. الله يوفقك وأول واحد راضي على الزواج. يا رب رزقه ويعطيه الصحة والعافية. نظيم حبيبي قلبي. اوقف صاي واحد بيدك. ايه يلا 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 راح نشوف. يلا يلا شباب. وانا ابو النزله عند تلاف. انا ابو النزله هذا اخوي الصغيرون. والله راح ياكلكم. يلا يلا بيدنا. ايوه يا رسام. هاي صارت اخوي. اها لا لي ما قلت له بيها ربطة. ها والله ما عندي سوالف. شو سوالف غير بتاع دومن بعد بدون سوالف. هاي دومن ناغات. شو لك بالدومن؟ لا تونس بيها والله. والله خلص وقتي. زوج جديد معك مو؟ اي احكي لي على الزواج. فين منو شنو منو شلون؟ والله خذوني حاصل فاصل. شلون؟ اسبوعين. عشان خابروني بعد ماكو ارجع للبيت. سوي لك خط؟ لا والله. الناس ولد يعطفون علي يرجعون يرجعون. والله؟ يعني هم بالقعده هنا تكتب لهم. وكيل. والزواج ترجع في 11:30. والخسائر. علي من عايش. وحده طالعاني. والله. ما ادفع الميزة. لا لا. هاي مسيطر بيها. نعم مسيطر بيها. هم يخابرك البيت الو جيب لنا كذا كذا كذا. هاي منتهي معي هاي السالفه هاي ما تخلص. واذا الميزانيه عاويه؟ ماكو. لازم تجيب. لازم تجيب غصب ما عليك. حبيبي. لا كذاب بس بالتليفون بس بالتليفون. بعلميانه بعلميانه شنو؟ تعالوا الزوق هلا صيحه. عوف اخوي اقعد اقعد. ما اعرف الدنيا اقعد. يا اسف ابويا ما اعرفه هنا. شلونك والله؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ تعرفني؟ شلون ما اعرفك؟ شلون؟ اخوي رزاق عشرة العمر بعد يبكي بعد والله. زوجت له بعدك؟ زوجت وصار عنده جهال. كم طفل؟ 2. مشتاق لك. 2 اطفال عندك؟ اي اقول لهم شو تسوي انت؟
شو مسوي؟ اقول لهم شو مسوي؟ احسن ولد بالمنطقه بالمنطقه. ورد اوكي؟ ورد رزاق. سلمنا على الوالد حبيبي. يوصل حبيبي سوري حبيبي رزاق. هلا شو اهلا شباب المنطقه شلونك؟ ولد منطقه اهلا ولد زعب السلام عليكم. يلا احكوا لي شو عندكم عليه؟ ذهب متواضع. خاف عندهم شغلات؟ والله متواضع وحباب ومحبوب كلش. اعلامي يعني اعلامي ممثل اعلامي ايش عود؟ لا اعلامي ناجح والله. لك اعلامي ايش؟ ممثل ممثل مو فنان. مو اعلامي برنامج هذا. ياسر والله رزاق يعني شو اقول لك؟ انسان معدل ومرتب وبالمنطقه كلها تحلف براسه وممثل ناجح، ما احنا نفتخر به الصراحه. انتخبوني نفتخر به. اتصلوا بي على رقم 555 حبيبي رزاق. حبيبي يا سوري يلا قول لهم اعلامي. طبعا رزاق يعني ممثل بارع قبل كل شيء، يعني قبل ما يكون اعلامي هو اكيد. اضافه الى هذا طبعا هو من الناس المحبوبين بالمنطقه، يعني هو وجهه قبل ما يكون اعلامي هو اكيد محبوب. اي بالله انا محبوب بالمنطقه صح؟ طبعا خاف تريدون تطلعون شيء عليه. اشق لحالكم. شكرا شباب المنطقه ذكرتوني الذكريات. بعد متواصلين وياكم شفت واحد مضوج واحد ما اعرف ايش عندهم. تعالوا انا قلت لكم اقرا وجوه انتم ما تصدقون. ليه ما اقرا وجوه؟ والله قعدوا شباب استريحوا استريحوا. انا اسف اقتحمت اجواءكم. شلونكم يا عمر؟ طبعا نتشرف. هلا شلونك؟ اهلا وسهلا حياك الله. هلا بك. اهلا وسهلا استاذ رزاق الله يخليك. شلونكم؟ استريحوا اهلا وسهلا. دايم معي شيء زين ها؟ شو الاخبار؟ حياكم الله. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الجميع يا اهلا وسهلا. هاي لعبه دومنه يعني شو يعني للترويح النفس يعني. بس مرات اشوف الناصر عصبي طاب يضرب الصايات. انا اقول لك صاحبي يكون عكسه يلعب. انت هسه اليوم ويا من اللاعب؟ ويا الفريق القهوه. اي انا وال ويا يعني واحد مقابل الثاني وهو اذا واحد مقابل الثاني واحد عكس الثاني. بعد مرتين انت ما ودك تدوش شبيده؟ ايه. ليش؟ هو قتله مو انا قتله. هو قتله. ليش قتله؟ انا ايش اسوي له؟ مو؟ اي ترى تقول ليش ترى؟ مو حسب احنا هاي دومنا يعني لعب بيها شلون حسابات. قاعد اقول لك انا ايش درى؟ من ضرب مرتين ضرب شيش عليك. اي صح. من ضربه؟ انت خاف عندك خرزه. صحيح والله غرق له وجوه. صحيح صحيح شاتك. باشا ابو من؟ انا ابو نور. ابو نور نعم. ابو نور تقوى ان شاء الله. اي متراهن عليهم مره من عشاء من غدا؟ هو الخسران الدفع الخسران. يعني اليوم السحور علينا الخسران والله؟ ايه راس من رعد طاس الجماعه. يعني تجابوا هنا طبطب على العشوات. إيه. هم راح يخسرون. ما راح يخسرون. باشا استايلك مال على راسي. باوا استايل زران. باوا اي بس انا مو فنان. لا مو فنان. لا يعني مو شغلي فنان. نحات؟ لا ولا شغلي بالتجاره. لا بس استايلك يخبل. انت الاحلى. انت هذا من عيونك الحلوات. لعبة الدومنة يعني مشهورة بالعراق، لعبة للتسلية. يعني احنا نجي نفطر ونجي هنا شوية نتسلى، مجرد تسلية لا اكثر ولا اقل. ترويح للنفس. اي ترويح للنفس. هواية لو شنو؟ لا يعني يعني نقضي وقت يعني ورا الفطور عندنا وقت شوية فراغ نجي شوية نلعب لنا داس داسين ونروح. يدرون بكم بالبيت؟ اي دوما بس على مرته ما تدري. اي نال حكي قالوا لي والله تعال انا اموت على الدكاتره. خلينا نحرقه. دكتور ايهاب هذا اسلام. دكتور اسلام هذا المايك وطلع روحك من الحمره. شلون طلع؟ ما ادري الاهل ما يدرون بك الثاني. لا يدرون كلا يدرون. ما يدرون والله. لا يدرون والله يدرون. موجود موجود بالقهوة. خلاص راح العيادة. لا لا بدون صعبك معك.
والله ما ادري اخاف طوارئ. دكتور اريد اعرف شنو دكتور شنو؟ طبيب اسنان انا. طبيب اسنان الله. بسألك سؤال، هذا شو اسمه الرحله الاخيره؟ سن العقل. سن العقل شلون عمليا ينشل له شلون؟ انت جاي هسه بالقهوه تدور على سن العقل تسالني مو وقتها السؤال. لا صدق. لا والله شو اقول لك؟ شو تريد؟ لا مثلا وعد على حسب، على حسب يعني اذا طالع ما طالع مطمور طالع، اذا طالع يطلع ينقلع عقل اعتيادي. اي اي تسوي ابتسامه؟ كل شيء نسوي. انت مسوي ابتسامه ما يحتاج. ام ورد عيدها والله. دونا باستاذ رزاق اهلا بيك، واحنا معجبين بيك ومتابعينك صراحه. انت بصراحه مفرح للجمهور ودائما عندك ابتسامتك دائما مرسومه بكل العوائل العراقيه صراحه. احنا اهم شيء اهم شيء زرع الابتسامه على وجوهكم. كوميدي ناجح ان شاء الله، يعني نفرح من نشوفك بالشاشه. بعدنا متواصلين. يلا خلي يطلعون، خلي يطلعون. قرب قرب قرب. شلونكم؟ اي والله شلونكم؟ شو اخباركم؟ زين ان شاء الله. الله يحفظكم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. جوا قاعد خاتلين؟ اي والله. انا سمرق ابو واحد ثاني يطلع. ليش؟ قايل لي الاهل طالع. اي قايل قام يضحك بقى. انا حتى نرجيله ما يدروا فينا نشرب. شربتوا؟ اي والله. ولا جاير نشرب. طلعون برا تشربون جاير. شلونكم؟ اخباركم؟ رمضان كريم ان شاء الله. الجميع ان شاء الله. العراقيين ان شاء الله يحفظكم. غيرت جو؟ الحمد لله. منو خسر؟ والله طلعوا قبلنا دفعوا كروه. ومن راح وين راح تسحرون؟ انا حرجع الحي الجامعه. السحر بالبيت وين اقدر اسحر برا هسه؟ هم ذايح هم السحر. ماشي طافر ميله مو؟ طافر حج عقيل. طافر من البيت؟ طبعا. طبعا طافر من الحجيه. صوروا عيوني رزاق. ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد والله ونعم منك. الله يخليك يسلمك. شكرا لكم. مع السلامة. استحيت منهم ما اقدر اسوي شيء. لا وراح ابو ما اقدر. وبعدنا متواصلين وياكم. والكفى الكفى. تعال يا ولد. يا اخويا مساك الله بالخير. مساء بالنور حبيبي. شفت سياره الانترا شمالي موجوده بالجراج؟ لا مش امتاني علي القى قبض اهله ما يدرون وراح اخليهم يدرون. هذا دقيقه مراد هو هذا صاحبه ما طول عليه. قل له قبض هو راح راح وينه مراد؟ بعد ما يجي بعد ما يجي. تعال حبيبي تعال تعال. متزوج؟ لا لا. شلون قبض؟ شكلت شكلت؟ والله كنا خير من الله. انا قلت لك السحر؟ قلت لي لا. قلت لك ايش فطرت؟ فطرت؟ دجاج وتمن وهاي السوالف. اي تمن احمر؟ لا ابيض. خليكم من هنا شباب. تعالوا ادي 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 وياكم تحدي. شو رايكم؟ ضحكني واعطيك 100 دولار. ضحكك وانطيك 100 دولار. نكته شيء موقف؟ هاك موقف. لا افكر هسه منو يتذكر بيكم واحد نكته موقف؟ ترى اذا ما ذكرت 8 شنو؟ اه اي والله سهله 8 بس. زين 8 ايش حصل عليها 8 شنو؟ مالك علاقه. ما حد فيكم يتذكر موقف وياي؟ احكي. ورطوه ورطوه. مراد تتذكر موقف تربح 100 دولار؟ لك 50 ولا 50؟ موقف موقف يضحك يضحك؟ اي لا 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 ما اقدر. حضرنا شنو؟ شنو حبيبي يلا يلا. انت اكلت اكلت جوا؟ اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي أربعة اي خمسة اي سبعة وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا، حلقة برنامج رزاق برو على قناة السومرية. انتظرونا يوم غد في حلقة نار. بس كل شيء ما أقول لكم قبل نهاية الحلقة، سيارة هل انت ترى شمالي اوكي، واحد راه طالع وما قايل لمرته، مفروض يقول لمرته ويطلع.
باي باي. هاي اخر حركه.